العاصفة يوهان تغير على شواطئ لبنان. الحاج خالد ظاهر من المستقبل. الجديد عند مثلث القنيطرة درعا ريف دمشق، النظام يتقدم. وفي النشرة فالنتاين رامي عياش نوع آخر. يا تفاحة يا تفاحة بدي ياكي يا تفاحة، مش شايف انت بحالك هاتي ضوئي. مساء الخير. العاصفة يوهان حرضت البحر على شاطئه واقتلعت شجرا وصورا ونوابا كانوا فيها خالدين. اشتدي أزمة تنفرجي وخالد الظاهر ذهب مع الريح، لكنه غلف خروجه من المستقبل بتعليق عضويته منعا لإحراج كتلة المستقبل. وإذا كانت الكتلة الزرقاء تسعى لتجنب الإحراج، فليس أمامها سوى تسهيل طلب رفع الحصانة على الأقل لرد الاعتبار إلى الجيش المجروح. أضرار يوهان محدودة في الممتلكات البشرية السياسية، وخسائرها ضارة في الممتلكات المادية، حيث تجرأ الأزرق الكبير على بيوت الفقراء وشباك الصيادين، وبالغ في الموج حتى عانق الأرصفة وخطف منها حدودها البرية، والبحر تمادى على من سرقه يوما وبيديه المالحتين استرد أملاكه البحرية وبسط موجه عليها وردم أحواضها. حركة الملاحة الجوية لم تتأثر بعد كما حركة الملاحة التربوية، وبقيت المدارس على مواعيدها، غير أن الضرر الأكبر وقع على الصور والشعارات التي أنزلها الهواء أرضاً بما يشبه عملية تواطؤ غير معلنة مع قرار وزارة الداخلية. يوهان سوريا هبت على درعا والقنيطرة بلا مواعيد، فاقتلعت مناطق من حضن النصرة التي تحرسها تلال إسرائيلية، وتمكن الجيش السوري وحزب الله من السيطرة على عدد كبير من البلدات، وتقدم عند مثلث يربط درعا بريف دمشق. وإذا ما استمرت العمليات العسكرية على هذا المحور، فإن النظام والقوات الحزب سيتمكنان من ضبط نقطة الخطر التي يتسرب منها المسلحون إلى لبنان من جهة بيت جن السورية. تقدم درعا لا يبرر قصف دوما، المدينة الواقعة على كتف دمشق والتي تنزف ضحايا من الأطفال يوميا نتيجة قصف النظام لأحيائها من جهة، واتخاذها منصة لقصف العاصمة من قبل المسلحين من جهة ثانية. دوما الريف الساخن دوما وعلى امتداد سنوات الحرب السورية الأربع يعيش اليوم بين ناري النظام والمسلحين، فيسقط الأطفال ولا جهة تربح الحرب. يوهان سيطرت على أجوائنا وبرنا وبحرنا. انتظرناها يومين علها تأتي ببعض الثلوج إلى الجبال وبعض المياه إلى السهول، وربما ببضعة أيام عطلة مدرسية للتلامذة، فإذا بما لا يستهان بها وصلت إلينا. فيوهان جاءت مدعمة برياح وصلت سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة، وأمطار أغرقت بيوتا واهية، وثلوج وصلت إلى علو 1000 متر عن سطح البحر. ولأنه في بلدنا تتكشف أكثر صفقات الفساد عند كل عاصفة، فقد بدا المشهد عند الكورنيش البحري الذي يربط دبي بجوني خياليا،
إذ أن الطريق اقتلع بما فيه، وليس الرصيف بل الشارع لم يتحمل قوة الأمواج المرتطمة به. القوى الأمنية سرعان ما قطعت الطريق البحري في الاتجاهين عند هذه النقطة، لكن المواطنين قرروا إيجاد طرق أخرى للوصول إلى المنطقة. فالعاصفة لا توثق إلا بالصور والسيلفي ولو عن جرف هار. في عين المريسي اقتلع بلاط الرصيف والحواجز الحديدية المتراصة على حافة الأرصفة، ووصلت الأمواج إلى الشارع في بعض الأحيان. عمشيد كانت الأكثر قرباً إلى الأمواج العاتية في المنطقة الساحلية، والرياح لم تحتمل أن ترى شيئاً في طريقها، فكادت حتى السيارات أن تطير. وقد نال مطعم شيزخيا نصيبه من غضب يوهان، إذ كسرت الأمواج زجاج المكان ودخلته قاضية على كل شيء فيه من طاولات وكراس وحتى ديكور، حاملة ما اشتهت إلى البحر معها. وكسر الواجهة تبع المطعم كلها. هيك صار بالليل وصلنا نتبهدل تحت الشتي وتحت الريح. منطقة سان سيمون الجناح والمتداخلة مع البحر عاشت نهارها مع الأمواج التي خرقت البيوت وهددت بعضها، وقد أنذرت البلدية عصرا سكان المنطقة بمغادرتها فورا تخوفا من ارتفاع الأمواج أكثر ليلا واشتداد العاصفة. 4 بيوت على الأرض وحوالي شي 20 بيت، شفت المي فات على البيوت ونزعت العفش كلياته تعول المنطقة، وكذا شخطورة صارت رايحة بالبحر. في نكبة، خلي المسؤولين تزت تطلع علينا. جنوبا وفي صيدا توقفت حركة الملاحة، وتسببت العاصفة باقتلاع عدد من اللوحات الإعلانية والخيام والأشجار، حالها حال كل المناطق اللبنانية في عكار والبقاع والمتن. فيوهان جاءت حقا. مثلث درعا لقنيطرة ريف دمشق بيد الجيش السوري، تقرير من درعا لرامز القاضي. منذ استعادة الجيش السوري قبل عامين لخربة غزالة في ريف درعا، لم تشهد الجبهة الجنوبية لسوريا هذا الزخم العسكري الكبير، إلا أنه على ما يبدو قد اتخذ القرار بين دمشق وحلفائها باستعادة شريط القرى التي سيطرت عليها جبهة النصرة على طول الحدود مع الجولان المحتل. وعليه كانت البداية من هذا المثلث المهم في دير العدس والقرى المجاورة الذي يربط ريف درعا بريف القنيطرة وريف دمشق الغربي. القوى النارية الكبيرة من خلال القصف الصاروخي والمدفعي وبمساندة لحزب الله مكنت الجيش السوري من السيطرة على بلدة دير عدس والتقدم باتجاه خربة سلطانة وتل فاطمة وكفر شمس وباقي القرى، وإجبار مسلحي النصرة على التراجع تحت وابل من القوة النارية التي وصفها أحد الضباط هنا بأنها غير مسبوقة. أهمية دير العدس كانت منطقة عصية وكان فيها يتمركز المسلحين، وكان المسلحين اخذين مركز إلين، بس الحمد لله بالتعاون مع رجال الجيش العربي السوري ورجال الدفاع الوطني في سوريا تم تحرير تربط المنطقة غباغب من هاي الجهة، كفر شمس، وباتجاه شو اسمها هاي تل عنتر، ومنطقة استراتيجية ومنطقة امداد للمسلحين. للهجوم بحسب مصادر عسكرية سورية أهداف عديدة، إلا أن الأهم هو تأمين العاصمة دمشق من جهة الغوطة الغربية وقطع الطريق ما بين درعا والجولان بما يعزز وضع الجيش هناك والدفاع عن النقاط المتمركز فيها. المصادر العسكرية هنا تتحدث عن انقلاب الآية من الدفاع إلى الهجوم، وبالتالي العمليات ستستمر في الأيام المقبلة وسط مراقبة إسرائيلية حثيثة، وذلك بحسب الإعلام العبري لهذه الأوضاع، لا سيما أنها تحدثت عن نية محور المقاومة الوصول إلى الحدود مع الجولان المحتل. وبجولة للكاميرا داخل مستودعات الأسلحة التي عثر عليها الجيش السوري لا سيما في دير العدس ودير ماكر، بعض منها مقدم من الولايات المتحدة والإمارات العربية، وعلى الأغلب أنها للجيش الحر ووقعت في يد مقاتلي النصرة فرع القاعدة في سوريا بعد أن أصبحت لهم الكلمة الفصل في المعارك.
يبدو أن معركة الجنوب السوري فتحت على مصراعيها. من هنا تأتي أهمية السيطرة على هذه القرى التي تعد نقطة اتصال بين ثلاثة أرياف: ريف دمشق وريف درعا وريف القنيطرة. يجري كل هذا وسط قلق إسرائيلي من استعادة الجيش السوري المبادرة باتجاه القرى التي احتلتها جبهة النصرة مع الجولان المحتل. من بلدة دير العدس، رامز القاضي، قناة الجديد. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن التحالف الدولي أصبح في وضع هجومي وتنظيم داعش في وضع دفاعي، مشيرا إلى حملة واسعة وشاملة ستقوم ضد داعش في سوريا والعراق قريبا. وأعلن أوباما أنه سيجري تدريب القوات العراقية والمعارضة السورية في مواجهة داعش، موضحا في مؤتمر صحفي أننا قد نضطر إلى اتخاذ خطوات في الداخل لأن مصلحتنا هي في القضاء على داعش أينما وجد. أطفال دوما ضحايا النظام ومعارضيه. الله أكبر، الله أكبر. هذه هي الحرب التي تدور رحاها في سوريا، وفي كل حرب كهذه يدفع الأطفال الثمن من لحمهم، يغرقون في دمائهم، تتفحم جثثهم تحت أنقاض كانت يوما منزلهم الآمن. وهم أطفال مدينة دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق يتحولون إلى ضحايا النظام ومعارضيه. الله أكبر، مقاس الأطفال، مقاس سقوط براميل متفجرة. أكثر من 100 شخص قتل منذ أسبوع حتى الآن في تلك المدينة، معظمهم من الأطفال. أما ما تبقى منهم أحياء فقد أخرجوا من بين لهب النار وركام المباني، يتلفتون ببراءة، يشاهدون شبح الموت، يعتصمون حاملين لافتات منددة خطت بيد أهاليهم أو ما بقي من أهاليهم. تخيفهم أصوات الطائرات التي ترميهم موتا يوميا، ولا يدركون إلى ما سيؤول إليه غدهم. باختصار، هذه هي حكاية أطفال دوما، وهي نموذج لحكايات أخرى في حروب يموت فيها أطفال لا ذنب لهم. استقال أم أقيل النائب خالد الظاهر من كتلة المستقبل؟ تقرير لزميلة يمنى فواز. الرموز الدينية فليبدأوا من بيروت، فليبدأوا بتمثال يسوع الملك، فليبدأوا بصور بعض القديسين الذين يفتحون أيديهم في جوني. كما أنني لا أعترض ولا على إزالة تمثال يسوع الملك، فليبدأوا بتمثال يسوع الملك، فليبدأوا بتمثال يسوع الملك. بعدها استقال النائب خالد الضاهي. خالد الضاهي لم يعد يحتمل المستقبل، أم المستقبل لم يعد يحتمله. فأتى في بيان استقالته من كتلة المستقبل أمام اللغط الحاصل منعا لإحراج كتلة المستقبل النيابية، أعلن تعليق عضويتي في الكتلة. فكان جواب المستقبل الموافقة. ثالثا، توقفت الكتلة أمام ملابسات ما جرى في مدينة طرابلس في مواجهة خطة نزع الشعارات السياسية والكلام الذي أثير خلالها، كما تداولت في طلب الزميل النائب خالد ظاهر من الكتلة في تعليق عضويته، والكتلة استوافق على طلب الزميل الكريم ليتبعها توصيف ورفض للحالة التي يمثلها الظاهر. فإنها تنتهز هذه المناسبة للتأكد وللتأكيد على تمسكها الثابت برسالة العيش المشترك والاعتدال ورفض التطرف والتشدد وإدانة الإرهاب والمجموعات الإرهابية، وعلى حرصها على الدفاع عن حرية الرأي والشفافية والمسؤولية تجاه الآخرين الشركاء في الوطن. في الحصيرة افترق ولم يعد عضوا في كتلة المستقبل أو يتمتع بحصانتها، وإن كان يحظى بحصانة مجلس النواب حتى الآن. لكن في البحث عن حقيقة تعليق عضويته من المستقبل وبالعودة إلى الأحداث السابقة والأخطاء بالجملة التي اقترفها خالد الظاهر، نجد أهمها التحريض على الجيش والطلب إلى الجنود السنة الانسحاب، تأليف مجموعات مسلحة أو احتواء مجموعات إسلامية مسلحة لتحقيق غاية في نفس يعقوب كما ذكر في تحقيق سابق. أصل خالد الظاهر إذا بيطلب مين بيطلب؟ إذا خالد الظاهر هلأ بده يجي يطلع على الإعلام بدي أطلب أنا من العميل بيطلب مني؟
من بعض الشباب مثلا بحلبة بكذا منطقة بتطلعوا بشكل مسلح؟ انه والله انزلوا على الارض، انزلوا بسلاحكم او انزلوا سلميين او قطعوا طريق او تظاهروا بمحل فلاني او عندنا حشد محل فلاني. يعني هن عم يعملوا مجموعات او عم يربوا شباب، يعني هذا هو الهدف ما اكثر. اكيد اكيد يعني اذا كان وزير الداخلية له علاقة بهذا الموضوع سيكون لنا موقف والله العظيم موقف كبير جدا. الله أكبر، موقف كبير جدا. الله. ويبقى قبل يوم من استقالته وفي مقابلة أجريناها مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي بات زميله السابق في المستقبل، وعد بفتح تحقيق عن ارتكابات الضاهي. المستقبل إلى متى سيحمل خالد الضاهي وأخطأه؟ ست يومنا أنا ما عندي تقارير جدية بهذا المعنى، يعني ما بقدر أعتمد على كلام ناس، مش كلام ناس، في مجموعة داخلية. لا ما عندي تقارير بهذا المعنى. أكيد ممكن تلاقي المعلومات عند فرع المعلومات، عند مخابرات الجيش. بعدك أنا أني بدقق بهالموضوع. حدقق فيه؟ نعم. أمام هذه الوقائع تستوقفنا مقولة: مكره أخاك لا بطل. ويبقى هل يتبع ذلك التعليق لعضويته في مجلس النواب أيضا؟ يمنى فواز، قناة الجديد. غنمة ميتة في المسلخ سجلت في ورقة على أنها متلوفة وفي سجلات الإتلاف لم تظهر، فأين ذهبت؟ تحقيق رشا الكرم. مش ممكن أنه يوم اللي كان المحافظ رايح يزور المسلخ تيسكره الساعة 4 يذبحوا عجل ميت، مش منطقي ومش مقبول. قالها وزير الصحة وائل أبو فعور منذ 3 أشهر وطويت صفحة الغنمة كما لو أن شيئا لم يكن، متناسين خطر هذا الفعل إذا ما وقع فعلا. غير أنه في عودة إلى الأرشيف يتبين أنه في جولة محافظ بيروت زياد شبيب تمكنت كاميرا الجديد من تصوير غنمة على الأرض وهي التي تحدث عنها أبو فعور. شوف الغنمة ما قال ذبحينها؟ لا ميتة. شو هيدي الغنمة اللي هون؟ مدبوحة يعني؟ مش مدبوحة. بلا زين هيدا ما مش مدبوح، هلا ذبحوها لانه او هلا ذبحتوها؟ هلا ذبحتوها لانها ميتت. بس تنذبح على رمد؟ ذبحتوها لانها ميتت. لا ليتا تعبانه. هي شو؟ تعبانه فذبحتوها. جاي بالسياره مدروكه. يلا يا ما حقيقة هذا الموضوع؟ وهل فعلا غنمة 18 من تشرين الثاني ذبحت نافقة وبيعت أم أتلفت؟ بين ملفات مصلحة المسلخ والدائرة الإدارية مراسلات عدة، غير أن هذين البيانين كانا مصدر شك عندنا. ففي بيان المواشي الحية التي أدخلت وعدد الذبائح الأسبوعي يتبين أنه لم يجري إتلاف أي من أغنام التاجر إبراهيم زكي، على الرغم من تصوير الكاميرا لغنمة مذبوحة خارج المسلخ، بينما في تقرير الطبيب البيطري والمساعدين الفنيين البيطريين يتضح في بيان عدد الذبائح وكميات الإتلاف أنه في التاريخ نفسه أي في 18 من تشرين الثاني ذكر إتلاف رأس غنم واحد. لماذا هذا الاختلاف في الأوراق إذن؟ نحن بس يجي الكاميون حتى يفضي في رامبا بينزلوا عليها الغنم والبقر، وكل تاجر عنده زريبة بفوت البضاعة تبعه على زريبة. هلأ هيدي الغنمة يلي اندبحت هي مثل ما قلت لك قبل شوي أنه يلي أوقات واحد تبقى جاي تعبانة بيدبحوها. نحن طالما أنه ما فاتوا على الزرايب المسلخ منه مسؤول عنه، لا يحتسبوا هون. لا لا ما بيحتسبوا، ما فاتت على الزريبة. إذا كان جاي بالكاميون 50 راس غنم وطلع في واحد أو اثنين ماتوا بالكاميون بالشحن، بدنا نأيدهم أنه ماتوا بالكاميون؟ شو صار؟ نحن الساعة 4 أجي المحافظة يومتها، أنا بيجي الساعة 6:30 شفت راس مدموح، الساعة 7:30 تفوتوا لجوة بعد الصالح وكذا وحتحضيره، لقينا مش صالح. إذا مراقب العملية على الباص قلت له خدوا تلفوا، وأنا كتبتوها مثل ما نكشيف ليك لفرجيك التالف كيف بيصير. الغمة انتلفت وما نزلت على السوق مثل ما عم بيحكوا، الغنمة انتلفت. وهون كتيبة رأس بيل لعدد واحد إبراهيم زكي، هذا لأنه ما فات على الزرايب، هذا الخروف ما فات على الزرايب، مشان هيك مش موجود بالليست، مشان هيك مش موجود بحركة الزرايب، مش هيك موجود بالبيان بيان لأن هن تلفوا الطب البيطري. هكذا برر مدير مصلحة المسالخ بالتكليف،
غير أن مصادر وزير الصحة تشير إلى تزوير جرى في الأوراق متسلحة بمراسلات بين رئيس الدائرة المولج متابعة هذا الموضوع ومدير المصلحة، طالب فيها رئيس الدائرة بتزويده تقرير الطبيب البيطري، إلا أنه جرى التأخير بإرساله إليه، وهذا ما ينفيه منعم الذي يؤكد أنه أرسل إليه كل المستندات. بس ياخدوا الكاتب يلي عنده بالدائرة بيأشر عليه، وهيدي تأشير التيسير الزعيم. هو بيقول مش واصل له الكتاب، بنفرجيك كتير كتب وبنفرجيك كتير إشكاليات صايرة معه. مستعدين يجيبوا خبر خاط إذا بيشكوا بنحنا فينا إنه نحنا كتبنا هيدي استيس. إذن كل طرف يتسلح بملفاته ويحاول إثبات عكس ما يقوله الآخر في انتظار محافظ بيروت الذي يحقق في هذه القضية التي تمس صحة المواطن على أن يرفع تقريرا نهائيا فيها. رشا الكرم، قناة الجديد. أهلا بكم جديد. موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي إلى الإضراب من جديد، وأبو فعور يطمئنهم إلى أن الخطة الإنقاذية للمستشفى مستمرة. عشرة أيام من الشهر انقضت وموظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي لم يتقاضوا رواتبهم، فما كان منهم إلا أن عادوا إلى الاعتصام لتعود مسألة الخطة الإنقاذية للمستشفى إلى الواجهة. نحن كموظفين يعني مش هنطلب أكثر أنه نحصل على أقل حقوقنا وهي الراتب، أنه الإنسان بطبيعة الحال بيشتغل لحتى على قليل يقبض متعايشه بكرامة. نحن مش حلوة بحقنا كل شهر لازم مثل الشحادين ننزل لناخد معاش اللي هو على أساس قال الوزير أنه مقدس. تأملنا من حوالي 6 أشهر أنه يكون وقف الأخيرة واتفقلنا خير بالحكومة الجديدة ومعالي الوزير والوزراء وتعيين مجلس إدارة جديد. اتفقنا على اساس انه كان في خطه انقاذيه وضعت لحتى تتنفذ. وفي مؤتمر صحفي اعلن الموظفون اعتصاما مفتوحا حتى وضع خطه واضحه المعالم قابله للتنفيذ تكلف بها الحكومه مجلس الانماء والاعمار باشراف الوزارات المعنيه لاعاده تاهيل البنى التحتيه وتوفير المعدات اللازمه، اضافه الى دراسه لائحه المطالب الاوليه التي رفعت الى وزير الصحه. لا يسعنا الا الوقوف مجددا واطلاق هذه الصرخه ووضع عدد كبير من علامات الاستفهام حول النهج السائد في المماطلة بمعالجة مشاكل مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. إننا نعلن الاستمرار باعتصامنا حتى لو تم تسديد راتب هذا الشهر المتأخر إلى حين تأكيد المعنيين على الوضع على وضع ملف المستشفى الإنقاذي على طاولة مجلس الوزراء للنهوض بالمستشفى. وفي وقت عزى الموظفون استقالة رئيس مجلس إدارة المستشفى إلى عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها ووعودها تجاه المستشفى والموظفين على حد سواء، لفت وزير الصحة وائل أبو فعور إلى أن السبب هو خلاف داخل مجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه حين يتلقى الاستقالة رسميا سيوافق عليها. اتصلت بوزير المالية اليوم، قال لي أنه المعاش رواتب تحول بكرة أو بعد بكرة بأبعد تقدير نهار الجمعة. أثير جو بالمستشفى بأنه الاستقالة هي نتيجة المشاكل وتخلي وزارة الدولة عن خطة إنقاذ مستشفى رفيق الحريري. لا تخلي من قبل الدولة على الإطلاق، حصل عثرة أو كبوة ما في خطة الإنقاذ بسبب مشاكل إدارية حصلت في المستشفى بين مجلس الإدارة وبين المدير العام، وبالتالي حصل هناك تردد من قبل وزارة الصحة ومن قبل الدولة في الدفع قدما بهذه الخطة الإصلاحية إلى حين وضوح الأمور. الأمور وضحت والخطة الإنقاذية مستمرة وقريبا سيتم إعطاء سلفة للمستشفى. وأمل الوزير بعد اجتماعه بالموظفين أن يعودوا عن اعتصامهم المفتوح، مؤكدا أن الوزارة ستكمل ما بدأته بزخم أكبر. وزير الداخلية نهاد المشنوق يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ويؤكد استعداد المملكة لدعم لبنان عسكريا. التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يرافقه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ومسؤولون أمنيون في قصر الحسينية بعمان، وجرى عرض لآخر التطورات. وأكد المشنوق إثر اللقاء حرص الملك الأردني على لبنان وأمنه السياسي والعسكري، مشيرا إلى أنه نقل إلى العاهل الأردني رسالة شكر من الرئيس تمام سلام ومن الرئيس سعد الحريري ومن الحكومة
اللبنانية على المساعدات العسكرية التي قدمتها المملكة الأردنية. نحن نقاتل عدو واحد، وأبدى أيضا جلالة الملك حرصه على المساعدة بموضوع انتخابات الرئاسة اللبنانية من خلال اتصالاته الدولية وجولاته بالدول الأوروبية اللي راح يكون فيها قريبا. تسلم لبنان المعدات العسكرية التي أهداها جلالة الملك إلى لبنان، ولكن بعض الظروف حالت دون قيام احتفال معين للتسلم والتسليم، ولكن هذا الأمر سيجري قريبا في بيروت بعد أن توفد المملكة ضابط متخصص في هذا الأمر إلى لبنان. وكان الوزير المشنوق قد عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الأردني ناصر الجودت، ثم انتقل إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء الأردني عبدالله نسور، ليتوجه بعد ذلك إلى مديرية الأمن العام. نيويورك تايمز تكشف في مقال لها عن جانب من تفاصيل التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري. ليس مستغرباً أن يأتي اتهام حزب الله باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بقلم كاتب إسرائيلي، فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الأخير تقريراً مفصلاً كتبه المحلل السياسي والعسكري الإسرائيلي في صحيفة يديعوت أحرونوت رونن بيرغمان، المعروف بعلاقاته القوية بنافذين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بخصوص عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لعل أبرز ما جاء فيه معلومات تنسب إلى عماد مغني دورا مباشرا في عملية الاغتيال تزامنا والذكرى السابعة لاغتياله في دمشق في 12 من شباط عام 2008. فجاء في التقرير أن المحققين وجدوا أن المتهم بدر الدين أجرى اتصالا بعماد مغني قبل التفجير، ربما لأخذ الموافقة الأخيرة على العملية قبل أن تصمت أرقام هواتفه جميعا مدة ساعتين على غير عادة. ويقول بيرغمان أن التحقيق والمحاكمة نجحا في التسبب بأضرار كبيرة لحزب الله، مضيفا أن هويات عدد من قادة الحزب قد كشفت، وهؤلاء سيحتاجون إلى اتخاذ تدابير إضافية للبقاء في الخفاء. ويضيف: يعتقد موظفو المحكمة أنه بسبب تحقيقاتها توقف حزب الله فعلا عن استخدام الشبكات الخلوية العامة، ما جعل عمل الحزب أكثر تعقيدا. ما عدا ذلك لم يأتي التقرير بجديد، سرد لتفاصيل باتت معروفة في شأن الجريمة وشريط أحمد أبو عدس وشبكات الاتصال والمتهمين، ومعلومات قال الكاتب إنه حصل عليها من مسؤولين استخباريين إسرائيليين. وبحسب بيرغمان فإن المحققين عثروا على جزء كبير من أنف الانتحاري، يرجح أن يكون الانتحاري من إثيوبيا أو الصومال أو اليمن. ولم ينسى بيرغمان في آخر تقريره إبداء تعاطفه مع ضحايا التفجير، وخصوصا أحمد أبو عدس الذي وصفه بالساذج صاحب القلب الطفولي. عضو كتلة المستقبل النائب الممدد أحمد فتفت يرى أن البعد الحقيقي للحوار مع حزب الله هو أنه منصة ينطلق منها لبنان إذا جرى تفاهم إقليمي أمريكي إيراني. ويقول في مقابلة مع الجديد أن الرئيس سعد الحريري سيؤكد ثوابت المستقبل لجهة السلاح والمشاركة في سوريا. الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري تأتي في ظل حوار ثنائي مع حزب الله بعد حالة خصام حادة وصلت إلى حد تبادل الاتهامات المختلفة والتخوين. الحالة العدائية هذه امتدت 4 سنوات عقب استقالة وزراء الثامن من أذار من حكومة الرئيس سعد الحريري. أما التحضيرات في مجمع لبيان لهذا العام توحي وكأن زعيم تيار المستقبل سيكون حاضرا لإلقاء خطابه الذي يجري إعداده بدقة. فأنا بعتقد أنه الرئيس الحريري بالتأكيد مضمون كلامه الأساسي وبيحتفظ فيه لآخر وقت، ولكن مضمونه حيصب حول ما يعتقد أنه المخاطر بالمنطقة الكبيرة كتير اللي بتوجب أنه نحاول نردأ هالمخاطر عن لبنان عبر الحوار وعبر أمور تانية أخرى، بس هذا بده طرفين وبده طرف تاني يكون متجاوب أيضا، ليس بالكلام ولكن أيضا بما يفيد التخفيف الاحتقان اللي ما شفناه لحديث هلأ من الطرف الآخر. لكن الرئيس الحريري أيضا كما بده يأكد على الثوابت، يعني ولو كانوا مش من ضمن الحوار، موضوع السلاح، موضوع تواجد حزب الله في سوريا، كل هالأمور هي في ثوابت، وموضوع رئيس الجمهورية أكيد حيكون له الحيز المهم بهالمقدار. وعند المستقبل توسيع الحوار لن يكون إلا بوجود رئيس للجمهورية أولا، وثانيا بإعادة إحياء الثقة بحزب الله الذي نقض تواقيعه على إعلان بعبدة.
البعد الحقيقي للحوار أن يكون هذا الحوار منصة ينطلق منها لبنان إذا في حال حصول تفاهم إقليمي ودولي، تحديداً إذا صار في تفاهم أمريكاني إيراني على الملف النووي، يصير في منصة نقدر ننطلق منها لتحقيق مكاسب في الداخل اللبناني للبنانيين. أما استعداد جماهير التيار الأزرق للسير مع زعمائه في الحوار مع حزب الله بعد سنوات العداء، رأى النائب أحمد فتفت أن حزب الله كحزب لبناني مقبول من قيادات المستقبل وجمهوره، لكنه مرفوض كحزب مسلح يتدخل في سوريا. وخطاب سيد موسوي يعني كان سيد نواف اللي وصف لبنان ووصف اللبنانيين بدرجات من الوطنية، في درجة أولى في ناس بتعطي الوطنية للآخرين، ما بعتقد إنه هذا كلام بيخفف الاحتقان. إذا فعلا حزب الله ينوي إلى نذهب بعيدا في هذا الحوار يكون منتج، نطرح الأمور الأساسية اللي مش مطروحة، نطرح موضوع السلاح وعودة السلاح إلى الشرعية، تطبيق الطائف، تطبيك 1701 بكامله، تطبيق القرارات الدولية، وبنفس الوقت الانسحاب من سوريا. بدون هالأمور الأساسية وعودة حزب الله إلى حزب يمثل شريحة لبنانية وحزب لبناني، ما حدا يتأمل لا الجمهور ولا قيادة تيار المستقبل ممكن تقبل بهذا الموضوع. وأشار فتفت إلى أن إزالة الصور والشعارات لن تزيل الاحتقان نهائيا ما دام هناك سلاح ومشاركة في الحرب السورية، لأن أي حدث طارئ يمكن أن يعيد الاحتقان والتوتر. باسل العريضي، قناة الجديد. أهلا بكم الجديد، وننتقل الآن إلى النشرة الفنية التي أعدها الزميل شادي خليفة. مساء الخير سمر. الكل عم يستعد للاحتفال بعيد الحب بعد أيام قليلة، ولكن النجم رامي عياش وزوجته دليدا اختاروا الاحتفال بهالعيد مع أطفال بعينوا من الصوم والبكم، خصوصا أنه جمعيته عياش للطفولة تهتم بالأطفال وتحديدا تعليمهم باعتبار العلم سلاحهم المستقبلي. واللافت أنه هالأطفال اللي بعينوا من الصوم حفظوا أغاني لرامي وغنوها معه. تفاصيل هالزيارة من تبع سوا. ما حدا بيعرف قيمة المصيبة غير الله يبعدها عن الكل، يعني غير ما يكون عايش فيها. في مثل بحبه كتير، إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك أغمض عينيك. وهيدي كمان حاسة من الحواس المفقودة عندهم، يلي هي كمان نعمة مفقودة. هيدي المدرسة خصوصا عم بتخليهم الطرش يقدروا يحكوا، لأنه الأطرش ما بيعرف يحكي، ما بيقدر يحكي، ما بيعرف يجمع كلامه، فعم بيخلون يقدروا يحكوا. ورح يغنوا لي غنية هلأ كمان بالإيماء وكمان بالمغنى. هذا دليل إنه هذه مدرسة عم تقوم بواجبها كتير منيح، وأقل شيء إنه هيك نكون حدا بهالفترة. وقررت بإنه عيد الحب يكون معهم، هن يكونوا هن الحب 100%، لأنه نحنا مكتفيين. فهلأ حلو إنه نشارك أطفال نحنا منحبها ونحنا حابين نوقف حدا كل حياتها. رامي، بتلوم الدولة أو بتقول لأ خلي الدولة هلأ تقوم بالأشياء الأهم ونحن كمجتمع مدني خلينا نساعد بعض؟ ليك ما فينا كل شيء نلوم الدولة صراحة، عم بيقوموا بأحسن واجب صدقني. يعني أنا كنت بوزارة الدفاع امبارح لأني عم بعمل كليب للجيش، وعم بشوف كل يوم كم شهيد عم بيسقط، وقديش بالهم بالمعارك، وقديش بالهم بأنهم يدافعوا عن البلد، وقديش بالهم وعندهم مشاكل. انتبه، الوزير البطل الكبير الجبار وائل بوفعور باللي عم بيقوم فيه، طب غيره وين فيه وقبله وين فيه؟ يعني مع كل الاحترام، يعني في ستبس عم تنقام لأول مرة فخورين فيها نحنا. ما في بلد بالعالم بينهض إلا بالتدرج، ما في كل شيء تاخده بفرد مرة. عم نبعد شوي عن الأمراض لأنه في إلى جمعيات المختصة. نحنا شوي رايحين تعليم المدرسي والتعليم الموسيقي، والتعليم الدراسي نحنا عم نعمله على عاتقنا الشخصي. كل المناطق اللبنانية عم نغطيها من الشمال للجنوب، عم نعلم قد ما فينا طلاب مش قادرين يتعلموا رسميا بالمدارس الرسمية، وعم نغطيهم أقساط وقرطاسية. نحن هلأ حملتنا خلي سلاحهم العلم، هيدي الحملة اللي قايمين فيها هلأ. أكتر من 500 طفل بدنا نعلمه، وبمساعدة اليو ان دي بي عم نكتر لأكتر من 500، عم نوصل للألفات، وإن شاء الله كمان نوصل للحلم اللي تبعنا إنه اللاجئين
بغض النظر عن شو جنسياتهم وشو طوائفهم وشو كل شيء، اللاجئين عم نعملهم مدارس متنقلة من تنتس وخبار مع طبقاتهم مع أساتذتهم. رامي برافو برافو. عبالنا نفرج الكل انه فالنتاين مش خاصه بس بتو كابلز بحبوا بعض، اتس اباوت تفرجي كل العالم اللي بتحبون انه في لاف غير اللاف تبع الكابل عاده مثل ما معودين عليه. سو سبيشلي نحن بعياش الطفوله از يو نو نحن بنعنا بتعليم الاطفال، سو حبينا نكون مع الاطفال سبيشلي مع اطفال عندهم احتياجات خاصه. الاولاد عن جد هن كل شيء لنا بالنهايه، وهن يعني اذا اهتمينا فيهم نحن وصغار هن الايمج تبع البلد، هن بيمثلونا ليتر اون. سو كثير كثير عم بحب كثير يعني بكل المجالات الاطفال، ما في احلى منهم يعني كان بالتعليم او اليوم مثل ما نحن شايفين. هن بحاجه لحب زياده لعاطفه زياده، كثير مهم انه نفرجيهم نحن هون وموجودين وحدهم ومش ناسينهم. شبيه هيفا وهبي يثير الجدل. أنجلينا جولي بتروي قصة فتاة احتجزها تنظيم داعش الإرهابي، والإعلامي الشهير جون ستيوارت يبتعد عن الشاشة. تفاصيل الأخبار بالبانوراما الفنية. أثار شاب عربي قيل أنه يعيش في تايلاندا ضجة كبيرة بعدما أجرى عملية تحول جنسي وعدد من عمليات التجميل ليصبح شبيها بالنجمة هيفا وهبي. وقد نشر موقع سنوب أن هيفا تشكل لهذا الشاب نموذج المرأة التي يحب أن يكونها، لدرجة أنه يضع وشم العين الزرقاء على كتفه مثلها ويقلد حركاتها ويرقص مثلها وينشر مقاطع الفيديو عبر حسابه على موقع إنستغرام. والبعض يعلق على أن تصرفات هذا الشاب ناتجة عن اضطرابات نفسية، فيما البعض الآخر يصنف تصرفاته على أنها حرية شخصية. افتتحت النجمة العالمية أنجلينا جولي مركزاً متخصصاً في قضايا النساء والسلام والدراسات الأمنية، وهو الأول من نوعه لتستفيد منه ملايين الفتيات. وروت أنجلينا جولي قصة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً تحدثت معها في العراق قبل 3 أسابيع كان يحتجزها تنظيم داعش ويغتصبونها. وقالت الممثلة الأمريكية في المؤتمر الصحفي إن الفتاة قد لا تكمل تعليمها المدرسي أو تتزوج أو تنجب لأن الاغتصاب يعتبر عاراً في مجتمعها ويدمرها معنوياً وجسدياً. وقالت أنجلينا جولي التي رافقها وزير الخارجية البريطاني السابق ويليام هاج لا مستقبل مستقر في عالم ترتكب فيه الجرائم بحق النساء ولا يعاقب الجنات، ويرى فيه الأطفال أمهاتهن لا يحظين بالاحترام وتنتهك حرماتهن ويتعرضن للقتل. سيتوقف الإعلامي الأمريكي جون ستيوارت عن تقديم برنامجه الشهير The Daily Show الذي يحاكي نشرات الأخبار بطريقة ساخرة. وكان قد بدأ جون ستيوارت تقديم برنامجه عام 99 وجعل منه برنامجاً رائداً في أمريكا يتابعه ملايين المشاهدين، وبات منصة لا مثيل لها للكوميديا السياسية. ولم يكشف عن التاريخ المحدد لمغادرة جون ستيوارت البرنامج، كما لم يكشف بعد عن مشاريعه المستقبلية، خاصة وأنه لا يزال في عمر 52 وبالتالي لديه الكثير ليقدمه بعد. هيدي كانت مواضيعنا وأخبارنا بنشرتنا لليلة. زميلتي دريم تلتقي فيكم مساء بكرة بنشرة فنية جديدة مع مواضيع جديدة وأخبار جديدة، وبهالجو البارد والعاصف بتمنى لكم ليلة دافئة.
كان في النشرة العاصفة يوهان تغير على شواطئ لبنان. الحاج خالد ظاهر من المستقبل. الجديد عند مثلث القنيطرة درعا ريف دمشق، النظام يتقدم. وكان في النشرة فالنتاين رامي عياش نوع آخر. يا تفاحة يا تفاحة بدي ياكي يا تفاحة، مش شايف انت بحالك. ختم النشرة، شكراً للمتابعة وتصبحون على خير.